اسمي احسان غزيل، مصممه قفطين من مدينه طنجة. انا بديت في المهنه ديال الازياء وديال القفطين هذه حوالي 12 سنه. هذه باش بديت اولا بالاثواب، بديت كنبيع الاثواب الراقيه للعرائس، وبديت كنصمم الاثواب، اثواب بصمه ديالي، التصميم ديالي 100%. من تما دفعوني الزبونات ديالي باش ندوز نتصميم القفطين. دونك هذه اكزاكتومون 8 سنين باش بدينا تصميم القفطين. الوغ سانسيرمون ما عمري ما كنت صغيره ما خممت راسي غادي ندخل في عالم القفطين ولا عالم الازياء. انا خريجه عندي اجازه في علوم الاقتصاد اللي ما عندها حتى شي علاقه مع القفطان، ولكن دخلت في التجاره، يعني عملت الاثواب. اون فوا بديت في هذا البيع والشراء عجبني الميدان بزاف، ولقيت راسي فيه وعشقته وتعمقت فيه، ودرست ديك الساعه التصميم وعطيت فيه الحمد لله وعجبني الحال فيه. هذه اول مشاركه ديالي في هذا الفستيفال ديال القفطان، واول مشاركه ديالي في الدار البيضاء، اول ديفيلي ديالي غنعملو في الدار البيضاء. اتصلوا بيا والحمد لله كنا بدينا كنوجدوا لا كوليكسيون ديال 2018، كانوا شي قفطين واجدين وشي وحدين كانوا علينا يوجدوا. دونك وكملنا وعملنا لي فينيسيون ديالنا، والحمد لله حنا جينا باش نقدموا التشكيله ديال 2018 في الدار البيضاء. كل عام عندي واحد الانسبيراسيون، يعني كل دابا من نهار اللي بديت بالقفطان كل عام كنت جو مانسبير دو كيلكو شوز. مره كنت جو مانسبير من شي دي فوتو شفتهم، عام جو مي سو تانسبيري من لي بيجو، عام جو مي سو تانسبيري دو لا مود انترناسيونال. هاد العام صراحه ما عنديش بالضبط شي حاجه، نقدر نقول لك شفت ان ديفيلي داز في شهر في لو موا سبتمبر، سي ان ديفيلي داز اون اوروب دو واحد مصمم اوروبي مشهور وتاروني فيه شي دي تاعي. نقدر نقول لك شفت واحد ديرنييرمون واحد لا روب دو سواري جيتي اون اوروب شفتها عجبتني تارتني فيها واحد لو ديتاي. يعني ما عنديش هاد العام، ما نقدرش انا راسي ما نقدرش نقول لك ماش استوحيت هاد التشكيله. شي مسائل في الشيف التصميم وفي عالم الفن كاين شي مسائل ما عندهمش الشرح، كتعملهم ومن بعد ما كتحاولش تفسرهم وتعرف كيفاش وقعوا. فرحانه واكثريه حيت اول كيف ما قلت لك اول ديفيلي ديالي في الدار البيضاء، دونك عندي بزاف الناس متابعين ولا وزبونات هنا عايشين في الدار البيضاء، وكانوا دائما كيطلبوا مني نجي نعمل واحد الديفيلي في كازا، والحمد لله عاد دابا جات الفرصه وحنا جينا. وفيستيفال ان شاء الله غادي يكون غزال، لم الستيليست اللي هما مشاركين فيه كاملين ستيليست معروفين، غيكونوا فيه فنانه معروفين اللي غادي يزيدوه بهجه وغادي يزيدوه غيزيدوا يعني الناس غادي يعجبهم الحال ملي غيجيو يتفرجوا. والله يكمل بالخير. تابعونا في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا ابوني في لاشين يوتيوب.